مساعدة بالغة أن أستقبل أيمن في قبرص مع الوفد عالي المستوى الذي يرافقه السيد وزير الدفاع الأردني ورئيس جهاز المعلومات بالأردن. إن تحقيق هذا اللقاء بعد فترة وجيزة مع زيارتنا عمان في مايو يعد دليلا عمليا للمستوى الرائع في العلاقات الثنائية فيما بيننا وأيضا في الأفاق المتوقع. طبعا تعاوننا على المستوى الإقليمي وأيضا التنسيق الدائم في هذا الإطار يندرج ضمن العلاقات الممتازة بين بلدينا بدون شك. فإن الدور الأردن في منطقتنا هو دور حاسم بصفة الأردن قوة هادئة تعد ركيزة للسلام الأمان والاستقرار في المنطقة بشكل أوسع وهو ما يلقى الاعتراف الدولي. السيدات والسادة، مع العزيز أيمن ومع المشاركين الآخرين قد تطرقنا إلى حوار صريح بالنسبة للموضوعات التي تتعلق بعلاقاتنا الثنائية، التطورات الإقليمية وأيضا علاقات الاتحاد الأوروبي مع الأردن. فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية فإننا تتوسع بشكل دائم وقد استعرضنا مزيد من توطيد العلاقات في مجالات مختلفة فيما بينها الدفاع والأمن، التعاون الاقتصادي، السياحة والتعليم. وفي هذا الإطار نتوقع زيارة جلالة ملك الأردن في قبرص للتشاور مع رئيس الجمهورية القبرصية. لقد أتيحت لنا الفرصة أن نتناقش باستفاضة حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط ونتبادل وجهات النظر عن العملية السلمية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا، ليبيا والعراق. وقد استمعت باهتباه بالغ لتحليل العزيز أيمن وخاصة ضرورة أن تتعاون الدول في المنطقة حتى نواجه التحديات المشتركة ونقوم بتحقيق الهدف المنتظر وإرساء الأمن في منطقة الجوار. ومن جانبنا فأود أن أقول بشكل معلن وأكرر الدور الحاسم للأردن وأيضا أقول الدور الرائد للأردن في مشكلة الشرق الأوسط وأيضا ما تبذله الأردن في جهود إحلال السلام في المنطقة. وأؤكد على موقفنا الثابت لضرورة تسوية وحل المشكلة على أساس الدولتين وفقا لما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى المشكلة الفلسطينية السيدات والسادة، فعلي أن أقول وهذا من واقع النقاش الذي دار بيننا نحن والستة، فنشعر بالقلق من الدور غير المستقر الذي تقوم به بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع ومنطقة شرق البحر المتوسط خارقا للقانون الدولي وعلى حساب الجهود المبذولة للتعاون الإقليمي والاستقرار. وطبعا وجهة نظرنا المشتركة أن مثل هذه المقاربات لا يمكن أن تحقق على المدى الطويل فوائد. وفي هذا الإطار فنحن نتطلع إلى مزيد من التعاون الإقليمي، وفي هذا الإطار فإن هدفنا هو التعاون بين الدول بالمنطقة على أساس المقاربة الإيجابية دون إقصاء لأحد وعلى أساس احترام السيادة ووحدة الأراضي جميع البلدان في المنطقة على أساس احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. أود أن أقول أن قبرص والأردن هي دول تتطابق في الرأي في المنطقة، ونحن بالتعاون مع
دول أخرى فنحن على يقين إن منطقتنا من الممكن أن تكون مثال يحتذى به للاستقرار والسلام والتعاون وعلى هذه الرؤية المشتركة فأكرر أننا سوف نواصل التعاون دون إقصاء ونعمل من أجل توطيد التعاون الإقليمي مع أي من قد تناقشنا الإشارات التي تدعو إلى القلق أو التي تتعلق بإعادة تنظيم داعش لوضعها وطبعا على المجتمع الدولي أن يعمل لردع مثل هذه الجهود التي سوف تكون لها أثار سلبية على الجميع مع الأردن والتي تعد شريك ذات مصداقية بالنسبة لأوروبا وفي قررت أننا سوف نعمل من جانبنا لمساندة فعلية لتوثيق الروابط والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون حاضرا ويشارك بفعالية في هذه الجزء من العالم وهي مجاورة للاتحاد الأوروبي وأوروبا وللدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إن دور الأردن بصفتها شريك ذات مصداقية لأوروبا وأقول ذلك من واقع الاستنتاجات الناتجة عن اجتماع قادة مجلس أوروبا فإن الأردن تقوم بدور فعال بالنسبة لتدفقات المهاجرين عكس دول أخرى في المنطقة التي تعمل بانتظام على استخدام واستغلال الألم الإنساني إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يقوم بدعم فعال الأردن من أجل مواجهة مشكلة المهاجرين وقد قمنا اليوم بتبادل وجهات النظر حول التعاون الثلاثي بين قبرص والأردن اليونان وقد قمنا بمناقشة الأفاق التي من المنتظر أن تنفتح من واقع آلية وجود أمانة عامة لآلية التعاون الثلاثي ومقرها في نيكوسيا ومن جانبنا قد تطرقنا إلى التطورات الأخيرة في القضية القبرصية بعد المؤتمر غير العادي في جنيف حيث تطرقنا إلى موقف تركيا والجانب التركي القبرصي التركي الذي لم يسمح بإنجاز الهدف المنشود وطبعا تطرقنا إلى موضوع المدينة المسيجة باروشي وهذا انتهاك لقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأوروبي وطبعا قد قررنا استعدادنا والتزامنا كما أدلى بذلك السيد رئيس الجمهورية القبرصية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول إعادة المفاوضات بهدف وجود حل يعتمد على منطقتين وجماعتين وطبعا شكرت أيمن مرة أخرى على الدعم الدائم من الأردن لجهودنا من أجل توحيد قبرص عزيزي أيمن أشكرك لهذه الفرصة الرائعة التي أتيحت لنا اليوم مع الزملاء الأعزاء في مجال التعاون وطبعا أتطلع إلى حضورك مرة أخرى في قبرص مرافقا لجلالة الملك الأردني في قبرص شكرا جزيلا. Thank you, Nikos. بداية أود أن أبدأ بشكر معالي الوزير العزيز على طيب الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى الحوار الطيب الذي أجريناه اليوم. معالي أوجز القضايا التي تطرقنا لها خلال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين المملكة الأردنية الهاشمية وقبرص، الحوار الذي جمع وبالإضافة إلى معالي الوزير وأنا رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ونظيريهما في قبرص في إطار الحوار الاستراتيجي للبحث في كيفية التعاون معا من أجل خدمة مصالح البلدين والإسهام أيضا في مقاربة القضايا الإقليمية التي تهمنا جميعا وإيجاد حلول سياسية وسلمية لها. ذاك أن قبرص هي والمملكة دولتان
ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية. أي تطورات في المنطقة تنعكس علينا بشكل مباشر، فنحن جاران في إقليم واحد ومعنيان في أن نحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا، معنيان في أن نتجاوز كل التحديات التي لابد من تجاوزها من أجل تحقيق مصالحنا كدولتين ومصالح وطموحات شعوبنا في حياة آمنة حرة ومنجزة. كما ذكر معالي الوزير، العلاقة الأردنية القبرصية تتطور بشكل دائم. جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وفخامة الرئيس القبرصي التقيا أكثر من مرة، والتقيا على قاعدة أن هنالك الكثير مما يمكن لبلدينا أن يعملاه من أجل تطوير التعاون وتطوير العلاقات. حوارنا حوار عملاني. اليوم اتفقنا على وضع خريطة طريق لتحديد عدد محدد وواضح من القضايا التي نستطيع أن نحقق تقدم فيها لناحية تعاون ملموس ينعكس إيجابا على البلدين. في مجال التجارة ثمة الكثير الذي يمكن أن نفعله من أجل التعاون الاقتصادي والتعاون الاستثماري والتجاري بين بلدينا. تحدثنا أيضا في الموضوع السياحي والحاجة من أجل العمل معا لتطوير العلاقات السياحية، وذكرت لمعالي الأخ أن الأردن فيما يتعلق بأوضاع كوفيد نحن الآن في وضع مطمئن، إيجابية الفحوصات أقل من 3%، الحالات في حدها الأدنى، ونأمل أن يكون هنالك قرار قبرصي قريب برفع الأردن من القائمة الحمراء إلى القائمة الخضراء حتى نستطيع أن نزيد التواصل ما بين بلدينا والمزيد من التبادلات السياحية والتجارية وغيرها. ذاك أن الوضع في الأردن مطمئن جدا، ومنظمة الصحة العالمية اعتبرت الأردن من الدول الخضراء، ونأمل أن تقوم كل الدول الأوروبية باتخاذ القرار بنقل الأردن إلى القائمة الخضراء، لأن الحقائق على الأرض تجعل من هذا القرار القرار الصحيح. حوارنا اليوم تطرق بالتأكيد إلى العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، القضية التي نؤكد بالأردن دائما بأنها القضية الأساس، بأنها أساس الصراع وبأنها مفتاح الحل. نثمن عاليا الموقف القبرصي الذي يؤكد على ضرورة التوصل أو التقدم باتجاه حل دولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع. في المملكة نحذر من أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وأنه يجب تكاتف الجهود من أجل إعادة مفاوضات جادة وفاعلة توجد الأفق السياسي الحقيقي التي تأخذنا باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل. لا بديل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين سبيلا لتحقيق الصراع. ورأينا عبر الأشهر الماضية أنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية، وأن استقرار المنطقة يبقى هشا ما لم يكن هنالك تقدم حقيقي اتجاه السلام العادل والدائم الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضمن لهم العيش الكريم الذي يستحقونه. لأن إن لم يتم حل هذا الصراع، إن لم ينتهي الاحتلال، إن لم تقم الدولة الفلسطينية، لن نحصل على السلام العادل والشامل الذي نريده. وفي هذا الإطار تحدثنا أيضا عن ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هذه الوكالة تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة أكثر من 65 لاجئ، 560 ألف طالب فلسطيني يذهبون إلى مدارسها. عانت الوكالة على مدى السنوات الماضية من شح في التمويل، ونأمل أن نستمر في حشد التمويل لها، ونشكر قبرص على دعمها في المستوى الثنائي وأيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي. أيضا تحدثنا عن قضية اللاجئين وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء هذه القضية، إذ لا يمكن أن تبقى الدول المستضيفة تتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء، فهذه مسؤولية مشتركة للدول المستضيفة والدول المانحة. بقضايا المنطقة بشكل عام، نريد منطقة مستقرة، منطقة آمنة، منطقة تتقدم باتجاه حل الصراعات. ذلك يتطلب علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار واحترام الآخر وعدم التدخل في شؤونه واحترام القانون الدولي. وبالتالي نستمر في العمل معا من أجل الإسهام في حل الأزمات الإقليمية.
الأزمة السورية طالت، الأزمة السورية سببت معاناة ودمار يجب أن يتوقف. من هنا نعمل معا وبالتنسيق مع شركائنا في العالم العربي وفي الاتحاد الأوروبي من أجل الدفع بحل سياسي ينهي الأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة، ويهيئ الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين. في الأردن ثمت 1,300,000 شقيق سوري يعيشون في الأردن، وهؤلاء لن يعودوا إلا إذا ما تم التوصل لحل سياسي واستعادة سوريا أمنها وعافيتها. وإلى حين أن يعودوا يجب أن يسهم المجتمع الدولي كله في توفير الحياة العادلة والكريمة لهم. بحثنا أيضا العراق، وأكدنا على أن حماية أمن واستقرار العراق هو حماية لأمن واستقرار المنطقة وبرمتها، وأكدنا ضرورة دعم الحكومة العراقية الحالية في جهودها تحسين مستوى المعيشة في العراق وحماية أمنها واستقرارها، وأكدنا ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية، ونحن متفقون على ضرورة أن نسهم جميعا في إسناد جهود الحكومة العراقية. تحدثنا بالتأكيد عن الإرهاب، الإرهاب ما يزال خطرا قائما ولن نستطيع أن ننتصر عليه إلا إذا ما عملنا جميعا بمنهجية شمولية في مواجهة الإرهاب. نواجه الإرهاب ليس فقط بالانتصار عليه عسكريا وأمنيا، ولكن أيضا بتجفيف بيئات اليأس التي يعتاش عليها، وحل الصراعات الإقليمية التي تسبب الفوضى التي ينتشر فيها الإرهاب وفكره. ونحارب الإرهاب أيضا بالانتصار على ظلميته التي لا علاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام والمحبة التي يحمل. تحدثنا أيضا، أطلعني معالي الوزير على المسألة، تطورات المسألة القبرصية، وموقف المملكة ثابت في ضرورة إيجاد حل تفاوضي لهذه المسألة على أساس قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعبر الجهود الطيبة للأمين العام للأمم المتحدة. ومرة أخرى، نحن في المنطقة يعتمد أمننا بعضه على بعض، يعتمد استقرارنا بعضه على بعض، ومن أجل أن نلبي طموحات شعوبنا لابد من أن نعمل معا من أجل حل كل بؤر التوتر في المنطقة، مرة أخرى على أساس القانون الدولي، على أساس القرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف. أود أن أشكر معالي الصديق مرة أخرى على المواقف المبدئية لقبرص في إسناد المملكة، علاقاتنا الثنائية تتطور، وأشكرك أيضا على المواقف قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي والدعم الذي تتبناه دائما قبرص للمملكة في العلاقات وتطويرها مع الاتحاد الأوروبي. تحدث معالي الزميل عن آلية التعاون الثلاثي مع عمان، وهذا أمر نحن مهتمون بتطويره في إطار جهودنا تطوير علاقات كل دول المنطقة وإيجاد قنوات للتفاعل الإيجابي الجميع، حتى نسهم في الشروط الإقليمية بشكل عام، تحسين البيئة الإقليمية بشكل عام، وإيجاد البيئة التي تتيح تعاونا مثمرا بين جميع دول المنطقة. هذا الحوار يبني على حوارات سابقة قامت الملك فخامة الرئيس. هذا الحوار ينطلق من قاعدة أننا نملك الكثير مما هو مشترك، وثمة الكثير من الفرص التي نستطيع أن نعمل معا على تحقيقها بما يخدم مصالحنا كبلدين صديقين وجارين، وأيضا بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا برمتها. فكل الشكر معالي الوزير على طيب الاستقبال، وكل الشكر على هذا الحوار، وكل الشكر على صداقتكم القوية التي تتبدى دعما وتعاونا في مختلف المنطقة.